السلام عليكم. شرح اليوم بيكون عن 3D كاميرا تراكر، وهذه نتيجة الشرح. طبعا نبدأ من أول جديد، نسوي نيو بروجكت ونسحب الحاجات اللي نريدها. فأنا عندي الحين هذا اللقطة وعندي هذا الساين، فنخليهم هنا. طبعا ناخذ اللقطة ونسحبها اللي عندنا هذا الكومبوزيشن عشان ياخذ نفس القياسات وياخذ نفس عدد الكي فريمات وياخذ اعدادات اللقطة كامل عشان التراكر يمشي عدل. فثاني حاجة نحدد اللقطة، نروح لأول التايم لاين، نروح للتراكر هنا ونحصل تراك كاميرا. إذا ما حصلنا هذه النافذة نروح لويندو وننزل تحت ونحصل اللي هو التراكر موجود عندنا. طبعا نحدد اللي، نضغط على تراك كاميرا يطلع لنا هنا في الكنترول بانل، يطلع لنا الإفكت. ننزل على ادفانس ونحدد على ديتيلد اناليسيس. لما نحدد على هذه الأيقونة افتر إفكت راح يطلع لي النقاط اللي سوى فيه التراكر في اللقطة عندي. فننتظر الحين لين ما يخلص اللي هو الانالايزنج. طبعا لو نلاحظ افتر افكت طلع لي اكثر من نقاط، بس اذا ما شفتوهم ما طلع. طبعا نروح نحدد على الافكت ويظهر النقاط، نحدد النقاط اللي نريدها. فانا بحدد اكثر من نقطة عشان التراكر يكون ممتاز. فنضغط كليك يمين، نروح ل create text and camera. فاول حاجة بنكتب التكست اللي نريده، فنحدد التكست ونغير على احنا ما نريد. بكتب انا desert، وعاد نعدل اللي هو البوزيشن والروتيشن. فتقريبا يكون كذا تقريبا عندي مناسب، فبصغره فاضغط اس على الكيبورد يطلع لي السكيل. فتقريبا كذا يكون مناسب بالنسبه لي. فلو نلاحظ الحين انه التراكر او التراكينج ضبط معي. فالحين عشان اخليه اكثر ريالستيك فاسوي شادو. ببساطه اني بطبع او بدبل اللير، فكترول دي يدبل لير، انزل لتحت يكون تقريبا كذا. نروح للإفكتس بانر هنا، نبحث عن إفكت دروب شارو، فيظهر لنا هذا اللي هو من البروسبكتيف. نحدده على اللير فيطلع لنا كذا. هنا في عندنا في الكنترول بانل والإفكت كنترولز نحدد على شادوز اونلي، ونخفف شوية على اللي هو الأوباسيتي. بعدها نروح نفس الشيء عشان نخليه أكثر رياليستيك، فنكتب في هنا جاشن بلور، فنسحب الإفكت عندنا هذا فنخليه اللي هو الأعلى، وتقريبا نعلي اللي هو البلورنس لين ما نشوفه يكون مناسب. تقريبا كذا يكون عندي مناسب. فأول حاجة، أول حاجة سوينا اللي هو التكس وخلصت منه. الحين بنروح بنسوي اللي هي العلامة هذه الساين. فأول حاجة بنرجع للقطة عندنا ونروح للإفكت كنترولز ونحدد على الـ 3D كاميرا عشان يطلع لنا البوينتس. فتقريبا أنا أريد المكان يكون هنا، أسوي create solid لأنه خلاص هو الحين سوالي كاميرا already مع التكست. فالحين نحدد اللي هو السوليد هذا ونخليه في المكان اللي احنا نريده، المكان المناسب. مثلا الحين كذا عندي مناسب المكان. بعدها لما نشوفه كذا في المكان المناسب، هذا شوي برجع زيادة بيكون أفضل خلف اللي هو التكست، فكذا مناسب. نروح ل للسوليد، كليك يمين ونروح لبريكمبوز. طبعا نخليه هذا leave all attributes and also يعني نخلي open new composition، فيطلع لنا اللي هي هذه النافذة. ندخل اللي هو الكومبوزيشن، نضيف اللي هي desert sign هذه، نكبرها على ما احنا نريد. مثلا كذا عندي ما مناسب، ونخفي اللي هو السوليد ونرجع للمين كومبوزيشن. فنلاحظ انه عندنا اللي هي الساين موجودة. طبعا عاد مثلا اذا نريد نصغرها او نخليها في المكان اللي احنا نريده، مثلا الحين كذا مناسب لو نلاحظ ان التراك موجود فيها. نفس الشيء بنروح بنروح اللي تحت هذا الشادو، نروح لفك كنترول، نحدد الاثنين مع بعض ونروح لإيديت
وكوبي، أو ببساطة كترال سي. ونرجع لهذا، نكتب اللير كترال دي وننزله مثل ما سوينا مع التكست. نكبر شوية عشان يكون واضح عندنا، تقريبا يكون كذا مناسب. نروح للإفكت هنا ونسوي إديت بيست، فيطلع لنا نفس الحاجة. بنعدله أفضل زيادة، مثلا بيكون تقريبا كذا. نزيد مثلا البلورنس، فيكون كذا احنا خلصنا وسوينا اللقطة أو الشرح. فكذا بتكون النتيجة.